دلوقتي طب هو ايه فايدة ان انا اصلي؟ ايه فايدة ان انا مثلا اصوم؟ ايه فايدة ان انا اعمل خير؟ ان انا التزم؟ يعني ايه فايدة الحاجات دي؟ انا عارف ان انا مثلا بلاقي منها خير وكده وكل الحاجات دي، بس ايه فايدتها؟ تمام، ده السؤال ده سؤال جميل جدا. احنا بس الاول محتاجين نعترف اعتراف عملي ان احنا عبيد لربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى احنا جينا في الدنيا دي بغير ارادتنا. قلبك اللي بينبض بينبض بدون ارادتك، بتطلع من الدنيا بدون ارادتك. يعني في الحقيقة انت عبد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا قال العلة من وجودك اصلا في الحياة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني انا مخلوق للعباده، بس مخلوق للعباده ما اشتغلش مثلا او كده. لا انت كده تبقى فهمت الموضوع غلط. احنا ربنا سبحانه وتعالى، وانا هديك حته جميله قوي، لما اتكلم عن الاخره قال وسابقوا، يعني وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وسابقوا الى جنه عرضها كعرض السماء والارض، والسابقون السابقون فاستبقوا الخيرات. طب لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم بقى عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها. فانا مش بقول ان احنا نتدروش ونقعد في المساجد لا، يبقى انت بتسعى في الدنيا، بس لما تيجي تعمل امور الاخره تبقى بتعمل فيها بكل قوتك، ما تجيش على حساب اخرتك. احنا للاسف بنقدم ايه؟ مقدمين الدنيا على الاخره. وده مش حال العبد، بس هي الدنيا برضو انا قلنا يعني الدنيا ضغطة وكده، فاللي هو دايما يعني الواحد بينسى ايه اللي هو مثلا يعمل الخير والحاجات دي برضو، فاهم؟ فايه برضو؟ بص يا حبيبي، عموما ده نابع عن عدم استشعارنا للحقيقة، الحياة الحقيقية بتاعتنا. يعني احنا بيتنا الاساسي فين؟ في الاخر ان شاء الله. في الاخر بيتنا الاساسي اللي احنا اصلا خرجنا منه الجنة. ايوه طبعا. الشاطر اللي بيقدر يرجع ليه، فانت عشان ترجع ليه انت محتاج تبذل قصارى جهدك عشان توصل ليه. فعشان احنا تصورنا للامر ده ضعيف، ما احناش عارفين قيمته، فعشان كده احنا مستهينين بالاعمال الصالحة. يعني مثلا اديك حاجة بسيطة وامشي معايا كده، معايا واحدة واحدة فيه. تمام. العمل الصالح في الدنيا بيعمل لك ايه؟ بيريحك نفسيا، بيخلي في راحة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. أكيد. لما بتيجي تموت، ربنا اديك طول العمر حسن العمل، لما بتيجي تموت النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث: المال والأهل والعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأهل ويبقى العمل. دي الحاجة بقى، العمل الصالح في حقيقة الأمر هي الحاجة الوحيدة اللي نفعتك في الوقت ده. طيب دخل القبر، يدخل عليه الملك وفي يدي مطرقة لو ضرب بها جبال الدنيا لتفتتت، مين اللي بيدافع عنك بقى في اللحظة دي وفي الوقت ده؟ الأعمال الصالحة، الصلاة عند دماغه تقول له ليس من قبل مدخل، الأعمال الصالحة وفعل الخيرات عند قدمه ليس من، الصيام على اليمين، الزكاة على اليسار، كلهم محوطين عليه ممنوع الاقتراب. طيب شغل في الدنيا ما بينفعنيش في الآخرة؟ شغلك في الدنيا لو أنا محتسب فيه النية الصالحة ينفعني. ولذلك ربنا بيقول ايه: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. لما كان ابوه صالح فربنا وفى اولاده، مش وفاه لوحده، وفى اولاده ان هم يجدوا الكنز ده، يبعت له نبي ومعاه رجل صالح. ليه؟ عشان يطلع الكنز، عشان كان ابوه صالح. يبقى هنا في رابط بين الاثنين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. يبقى انا محتاج بس فقط هنا لوضع النيه الصالحه في العمل اللي انا بعمله. طول ما عملت اعمال صالحه، مع خليني بعمل اعمال دنيويه بحته، بلاش بعمل، خليني بذاكر. تمام. في كل وقت انا بحط فيه في وانا بذاكر حطيت نيه كويسه، كل نفس بيطلع من، مش نفس سجاير لا، نفس مذاكره، نفس مجهود، نفس هم، واخد بالك؟ الحاجات دي كلها بتؤجر عليها بلا شك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابه ايه؟ ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ان لرجالا في المدينه موجودين هناك، انتوا بتتحركوا هنا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كتب لهم. يعني احنا هنا بنحارب، تمام، وفي ناس هناك قاعده في المدينه بياخدوا نفس الاجر اللي احنا بناخدوه. ليه؟ حبسهم العذر.
يعني كان عايز يجي، يبقى نيته وصلته انه كانه بيقاتل معاهم بس حبسوا العذر. طيب يعني هو انا مثلا لما انا بنوي مثلا ان انا اعمل عمر او ان انا اعمل عمل صالح وما بقدرش ان انا اعمله، هل هو بيتكتب في ميزان حسناتي؟ لو 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 عندك نيه صالحه لذلك وانا منعت بسبب عذر، لا بلا شك بيكتب لك كل، يعني واحد مثلا نفسه يحج، واحد نفسه يعمل عمره، واحد نفسه معهوش فلوس يروح، يكتب له ذلك. هقول لك حاجه جميله قوي يا محمد. اتفضل. كان في صحابي كان عايز يهاجر من مكه للمدينه ومات في نص الطريق، لك ان تتخيل، مع انه ما وصلش للنبي وما هاجرش، ربنا ينزل فيه ايات لانه مات في نص السكه. نزل فيه ايات نزل فيه ايات: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. مع انه ايه، ما وصلش، ما وصلش اصلا المكان، بس وصل بقلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربنا كتب له كل حاجه، كتب له الهجره كامله بخروجه من بيته بنيته ان هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاللي احنا عايزين نقوله، نلخص فيه الكلام ده، هل العمل الصالح حاجه كويسه بتنفعني؟ اه تنفعك، هتنفعك في حياتك الدنيويه، ربنا الدنيا والاخره، في الدنيا والاخره. ربنا مثلا بيقول في الدنيا ايه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى ده في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا. طيب، طب في الاخره بقى ايه بقى في الاخره؟ الجزاء ده بيفضل. ده انا اقول لك على حاجه، صدق. وهو طالع من القبر القران واقف له، انت مين؟ يقول انا صاحبك، انا القران. ودي ممكن نبقى نتكلم فيها لوحدها لما نيجي نتكلم على مساله القران. طيب، انتقل للاخره، القران برضو معاه. يعني القران معاه في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا ومعاك في الاخره. في الدنيا اجرين لكل، يعني ويتعتع فيه. الايه اللي بيقولها بياخد، او الحرف اللي بيقوله بياخد عليه اجران اللي هو مش قادر يقوله. طب في الاخره يفضل معاه، يفضل معاه واحده واحده لحد ما يوصله لباب الجنه، يقال له: اقرا ورتل كما كنت تقرا في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. ومن الاخر، من الاخر ده المهر اللي انت بتقدمه وبتدفعه عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. المهر اللي هتدفعه الكلمه الصالحه، زي مثلا واحد رايح يتقدم لواحده، لا انت مهرك كذا. طب انت شايف ايه افضل الاعمال الصالحه اللي احنا نعملها؟ من احسن الحاجات حاجتين. مين من احسن اللي يحضرني دلوقتي؟ النيه الصالحه في الاعمال، ثم الذكر. الذكر بقى يشمل القران ومشتقاته، وطبعا بلا شك ما فيش يعني احسن من الفرائض عموما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث القدسي: وما تقرب علي وما تقرب الي عبدي احب اليه مما افترضته عليه. الفرض، الصلاه، الزكاه، الحج، الحاجات دي وتحسين العبادات دي امر مهم جدا. يعني ما بتبقاش بتصلي وخلاص، ما تبقاش تبقى صلاه نقر غربان زي ما لا، احنا عايزين نحسن العبادات دي كلها عشان تنفعنا في الدنيا وفين؟ وفي الاخره. وفي الاخره نتقابل في الاخره ان شاء الله. ان شاء الله يا مولانا، ربنا يجمعنا في الجنه. ماشي يا حبيبي، جزاك الله خير يا مولانا. مع السلامه.